ما حقيقة وجود سفاح سوسة؟ مؤخراً راجت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار على جرائم متسلسلة يرتكبها شخص واحد، ولا اسمه يسميوه يعني مستخدمي التواصل الاجتماعي يقولوا سفاح سوسة، خاصة وأنه أحكيوا على التزامن العثور على جثث لمتوفين قالوا اللي هما كانوا ضحايا لجرائم متشابهة. اليوم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة واحد وسام شريف أكد المزيك معناها وقال وصف ما يروج بهذا الخصوص بالشائعات، وقال إنه الشائعات هذه كان منطلقها العثور على جثة متحللة بمجرى واد غنيم في سوسة، والعثور على امرأة ثلاثينية مذبوحة في شقتها بجهة بوحسينة، إضافة إلى العثور على جثة أخرى تبين وإنها كانت ضحية لحادث مرور، كما تم العثور على شخص في منطقة الصباغين في القلعة الصغيرة يرجح انتحاره بعد الاشتباه في ارتكاب جريمة قتل في القلعة الكبرى ببندقية صيد. وتواتر العثور على الجثث هذه غذى هذه الإشاعة بشأن وجود قاتل متسلسل سميوه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي سفاح سوسة. تعليقا على هذه الأخبار وضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة واحد وسام شريف اليوم أنه النيابة متعهدة بالبحث في جريمتي قتل، وأكد أنه الضحية الثالثة اللي تم العثور عليها بجهة سهلول قضت في حادث مرور وما ثم حتى شبهة جنائية في وفاتها، وتم العثور يوم الأربعاء الماضي على جثة بمجرى واد غنيم متحللة. ووضح أنه من السابق لأوان الحديث عن فقدان بعض أعضائها نظرا لأن الجثة كانت متحللة بشكل كبير، وقال مبدئيا الوفاة جدت منذ أشهر على الأقل، وأنه الطب الشرعي بش يكشف على جميع المعطيات بشأن ملابسات الوفاة متاعها. ونيابة تحقق أيضا في وفاة سيدة عثر عليها في شقتها في بوحسينة نهار الخميس اللي فات. الحادثة الثالثة يؤكد شريف أنه ما فما حتى شبهة جريمة قتل تتعلق بها، وأنه الأمر يتعلق فقط بحادث مرور، وانفي مراج حول أنه الجثة كانت مفصولة الرأس طبعا حسب تأكيداته. في نفس السياق نلقاو معناها مصدر قضائي يقول بأنه سوسة من أقل الولايات تسجيلا للجرائم. هو بيدو ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة واحد وسام شريف قال اليوم بأن ولاية سوسة تعتبر من أقل الولايات تسجيلا للجرائم، وأكد أنه التقارير الأمنية تشير إلى أن سوسة من أكثر المدن التونسية أمنا وأمانا. وحكاية زادة في جوهر عفام أنه معناها وضح الحالات اللي تم العثور عليها مؤخرا، قال ما فهميش حتى رابط بيناتهم وما فهميش حتى معناها أدلة ولا حتى شيء يشير لأنه فما حاجة اسمها سفاح سوسة، ودعا المواطنين إلى تجنب الوقوع في مثل هذه المغالطات لتفادي نشر الذعر في البلاد. بالعودة على القرار الأخير لصندوق النقد الدولي بشأن تونس، اليوم فما جملة من القراءات الاقتصادية نرجع لهم. الخبير الاقتصادي أرام بالحاج علق على دخول تونس ولأول مرة في قائمة سلبية لصندوق النقد الدولي، وقال إنه هذه عملية إجرائية بحتة لا تقتصر على تونس فقط بل تشمل العديد من البلدان، وأكد في المقابل أن دخول القائمة السلبية سيزيد من تعقيد عملية الولوج إلى تمويلات خارجية، وأضاف أن أي بلد عضو يعلم جيدا أن هناك نظام معين يتم اتباعه، ويقول فما تقييمات لسياسات عمومية وتوصيات للبلد المعني لتحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية، كما زاد فما العديد من الإيجابيات حقيقة وراء هذه التقارير والتقييمات،
شنو تأثير القرار هذا على تونس؟ يقول بأنه تأثيرات إدراج تونس في القائمة السلبية وإنعكاس ذلك على إمكانية الحصول على تمويلات خارجية، يقول أرام بالحاجة أن تونس تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تمويلات خارجية قبل تقرير صندوق النقد الدولي، ودخولها في القائمة هذه القائمة السلبية سيؤثر على الولوج إلى الأسواق الخارجية، ويقول قد يؤثر أيضا على التمويلات الثنائية، لأننا نعلم جيدا أن العديد من البلدان ربطت في السابق صرف مساعداتها بضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويذكر أنه مجلس صندوق النقد الدولي معناها وضع بتاريخ 5 جان في 2024 تونس لأول مرة منذ انضمامها للصندوق عام 58 عام 1958. في نفس السياق ونفس القراءة نقرأ قراءة زادة للخبير الاقتصادي والمالي رضا شكوندالي. شكوندالي قال اليوم بأنه إدراج تونس في القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي يخيف الشركاء العرب لبلادنا، وأشار إلى أنه هذا ينعكس بصفة مباشرة على سياسة الاقتراض. وقال شكوندالي أن البلدان العربية تستخلص من تواجد تونس في القائمة السلبية أن البلاد ليس لها نية لإجراء إصلاحات اقتصادية، وبالتالي ليست قادرة على خلاص ديونها إذا اقترضت من هذه الدول. يوضح شكوندالي يقول أن تونس مطالبة بخلاص ديون في جانفي 2024 تقدر ب90 مليون دولار، قصة من قرض صندوق النقد الدولي، و50 مليون دولار قصة من قرض المملكة العربية السعودية، و14 مليون دولار قصة من قرض صندوق النقد العربي، و702 مليون دينار قصة من قرض رقاعي 72 أسبوع. يقول 383 مليون دينار قصة من القرض الرقاعي قابل للتنظيم. ويقول شكوندالي أنه خلال شهر فيفري القادم تونس مطالبة بخلاص 850 مليون يورو قرض رقاعي لدى السوق المالية الدولية لسنة 2017، و14 مليون دولار قصة من قرض صندوق النقد العربي حسب معناها التقارير والأرقام اللي عند رضا شكوندالي. في هذا الأساس نرجع شوية على هذا القرار، قلنا هو هذا القرار تم اتخاذه 5 جان في 2024 لأول مرة يصير على تونس منذ انضمامها إلى صندوق عام 58، ويأتي ذلك إثر تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، وتأخر ذلك لمدة تجاوزت 18 شهر بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهر. وكانت تونس معناها طلبت تأجيل زيارة وفد من صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر 2023.